الضربات الثابته ولا لسه؟ قبل الضربات الثابته هي ما هتكلم بس سريعا ويجهزوا الملف ديانج. ماشي انت هتجيب الغلطتين صح؟ الايه؟ الغلطتين؟ دول اربعه. ماشي انا جبت اتنين بس منهم عشان انت اتفرجت على الماتش مره واحده. لا لو ما الموسم اللي فات يا هيما كنا بنتكلم على ان اللعيب رقم 6 في النادي الاهلي وكانت عدت على كل اللعيبه اللي لعبوا رقم 6، عدت على السوليه كان اقلهم شويه لكن عدت على ديانج، احمد نبيل كوكا، عدت على حمدي فتحي، عدت على كل الناس. ان لازم اللعيب رقم 6 يفهم ان الغلطه بتاعته بلغه الكوره كده بفوره. ليه دايما لو غلطت هنا بتبقى اول لما بتتقطع بتبقى في موقف 2 على 2؟ طيب هل الموضوع ده حصل في المباراه بتاعه الاتحاد المنستيري؟ حصل بدل المره 2 و3 و4 وحصلت من ديانج. ودايما الخطا بتاع ديانج اللي لازم اكيد مارسيل كولر هيشتغل عليه معاه ان هو لما بيدي وشه لجوله بيغلط. يلا يا شباب نعرض الحالات وبتبقى في منتهى الخطوره وبتبقى هدايا. الاهلي علي معلول رجع لورا لعبد القادر، ادي ديانج رجع لورا، ايه الاستلامه دي؟ ما تفهمش، اتقطعت منه بس سقف 2 على 2 هجمه موقف في منتهى الخطوره. بس يلا. انا برضو تحيه معلش بقى بما اني برضو هتكلم معاك على اعتبار ان انا يلا بينا مش هاخد الحالات تاني يعني وراك. محمد عبد المنعم هو اللي موجود ناحيه الشمال. صح. ليه؟ علشان خاطر لما يتعرض للموقف ده فمحمد عبد المنعم اقوى واسرع بكتير من محمود متولي طبعا، فيقدر يشيل. فاللي حصل معلش لو رجعت شويه تاني، محمد عبد المنعم كان ذكي جدا في انه بالضبط. يحاول صبر، خرجه بره، خرجه بره بالظبط. أيوة. كده عمل يعني تعطيل ليه بشكل اكتر من ممتاز اول ما الغلطه حصلت. ستوب هنا محمد عبد المنعم عمل ايه؟ دخل هو للعمق، طمع الراجل في ان هو يطلع لبره يكمل جري بالكره طول لقدام عشان يفهم هو هيتوجه ازاي، وبعد كده يقوم منقض عليه بعد ما خلاص يكون الراجل حط عينه على الارض وطلع يجري. مزبوط. فهو ذكي جدا محمد عبد المنعم في التعامل في الموضوع ده، وكان جيد من كولر ان هو وظف محمد عبد المنعم في ظهر علي معلول. ادي واحد. يلا ادي تاني واحده يا هيما. الراجل طاهر قام رجع لورا، كانت قصيره شويه، اكرم حط ظهره استخلص الكوره، طاهر حطها لديانج. ايه ده؟ ايه ده؟ على فكره يا هيما في حكام كتير في افريقيا ممكن تعمل نفسها مش من هنا وتمشي دي وما تحسبهاش فاول. صدقني. ايوه لا بيحصل. هو خلي بالك 80% من الحكام هتحسبها فاول، بس يظل ان في 20 ممكن ما يحسبوش دي فاول. وفي ادغال افريقيا وفي الماتشات اللي حاجه دي ولو اتقطعت هنا الراجل اللي في نص الملعب ده لو جه قطع لو اتقطعت هنا 2 على 2 تاني خلاص بقى. ما هو الراجل سيطر على الكوره خلي بالك، واللي عمل تاكلينج قام كانت هتبقى 3 على 2 لولا ان الحكم حسب فاول. ادي تاني واحد. وبس لازم يستوعب بشكل برضو آلي المخاطر ان لا ان خط الظهر بتاع الاهلي مش متقدم قوي، فعادي يقدر يرجع للسنتر باك. مظبوط. وظاهر كده كمان يا زيزو طاهر برضو مسلمه، بص ظهره وشه للجول وبالتالي غلط، بقينا في موقف 2 على 2. لا ما ينفعش ما ينفعش اللعيب رقم 6 يا هيما كل معظم الكرات اللي تجيله تتقطع بالمنظر ده وتبقى هجمه في منتهى الخطوره. طيب اخر واحده الرابعه عشان لازم يشتغل عليها، لازم ليها وقفه. بس عايز اقف هنا بقى، بس طاهر خلاص خلص من الراجل، خلص له الكوره، انت رايح تجري قدامه ليه؟ صحيح انت اللي وشك للملعب، بس طاهر بمنتهى السهوله ممكن يرجع باص لورا المحمود متولي، قمت انت رايح جري قدامه جايب الزحمه ومعطله ضربته لخمه. طيب خدمتك، طيب جاي ترجع لورا، هل رجعت لورا عملت شورت باص؟ عملت كارثه، بقى 2 تاني على 2 ان لم يكن 3 على 3. كمل والراجل الوينجر اللي جاي هنا من عند يمين كويس. بقى بالظبط بقينا 4 ازرق على 3 احمر، ويبقى كمل في حاله 5. لا كفايه الاربعه كفايه الاربعه. بس دي نقطه مهمه جدا جدا برضو جدا يعني. اللعيب رقم 6 لازم يخلي باله، خاصه هو لازم يفهم اليو ديانج ان هو لعيب اجنبي محسوب على الاهلي لعيب اجنبي، فانا مش جايب لعيب انا المفروض من المفترض. بس يمكن الدور ده دلوقتي بان قوي لانه الاهلي بقى بيلعب بالطريقه دي، لكن ما اظنش ان هو كان بنفس الشكل ده لما كان في حد بيحميه يبقى قريب منه زي حمدي او زي السلي. معاك يا هيما، بس في حاجات منها اساسيات كوره، اساسيات كوره يعني استلام وتسليم سلم صح.